نشوفوا سهام من اسفي شنو كتقترح علينا. صباح الخير لاله سهام. الو صباح الخير، كيداير اختي؟ صباح النور والربح. الحمد لله، الله يبارك فيك. تحيه كبيره ليك وجميع الطاقم وجميع المستمعين في المكان. الله يبارك فيك. عبد المغيث، مرحبا مرحبا، الله يخليه لك. امين، ربي يخليك حبيبتي. هو اليوم راه غنحضروا معاك الحلويات بحكم الاختصاص ديالك، ولكن راه خاكك بغيت هذا الاختصاص شي مره غادي خاصنا انا وجهها ليا، ما عندهاش مع السيده وخاصه مع الدكتور العياتي ياك. ولكن اليوم غادي نحاولوا نتصالحوا معاهم ان شاء الله باذن الله. باذن الله. اذا سهام، وخاكك بغينا نعرفوا تحضيرات العيد شنو كتحضر؟ بالنسبه لي انا اغلبيته في العيد بحكم الدومين ديالي اغلبيته الحلويات، ولا تيكون اللحم ولا تيكون هذا، يعني الدومين ديالي الحلويات والادمان ديالي للحلويات ضروري ما تيكون عندي هكا الكوموند ديال الحلوى. وبالنسبه للعيد اما تيكون جديد اما كرداس اما بكبوكه وجديه، يعني كنحاولوا اننا ننوعوا في الاطباق. وعادة زيد العطريه كتكون قبل بالنسبه ديال المشويه او لا بالنسبه هكا ديال المبخر ولا هذا، كتكون كتوجديها قبل. بديتي كتحضري الاقامه؟ ولقى ما محضرها 3 شهور هذه ياك. وما خصهاش تبرد عاود، ما خصهاش تبرد. نقيها كنقيها لانه هاد البريود عرفتي كيف ما كتكون الخدمه بزاف ديال كنحاولوا اننا نوجدوا قبل هكا، كناخذوها نقيوها ونحطها، وملي كيقرب الوقت غير كتشمشيها وكطحني. نعم، دابا من غير الاقامه، من غير الاقامه انت بحكم اختصاصك في الحلويات، كاين الاقامه الاخرى ديال مثلا اللوز. بعد مرات يمكن يعيط لك شي حد على غفله يقول لك بغيت البريوات، بغيت شي حلوه ديال اللوز، خص اللوز يكون واجد. لا، عندنا سيغ كوموند، لا ما كنديروش هذيك الطريقه. علاش؟ لانه هذه نصيحه حتى بالنسبه للاختصاصيين او لاي وحده خدمت الحلوه وكتقول لك الحلوه ديال اللوز كتخسر ليا، كوني اكيده بان اللوز عمره ما تيخسر الا ما فات واحد كان جوغ، هذه هي القليله. يعني ما كديريش اللوز في الفريغو؟ لا، الا درناه في الفريغو كيف ما تكون الحلوى غادي تخسر. الا ديتي الحلوى وغملات لك عرفي بان هذيك السيده اللي خدمتي عندها هذه ملي تخرج الخدمه انها راه كانت دايره ديجا العجينه في الفريغو. الفريغو اولا العجينه ديالو اللي كتخدم بها في الفريغو. يعني واخا كطيبها كيبقى فيها هذاك الندى ديال الثلاجه. حنا كنطلق الماء من بعد جو قبل وكنخدموا ديال هذاك، حنا كنقلبوا على الجوده ما كنقلبوش باش غادي. وحنا كنقلبوا معاك على شي شويه ديال الاسرار، لان راه حنا ها المقادير قدامنا والكتوبه عطا الله، ولكن راه بغينا شي شويه ديال الاسرار سيها. والناس اي وقت بغيتوا على الراس والعين. انا الدومين ديالي حبيته ماشي كحرف انني نربح منها، كفن لانني نقربوا لجميع الناس. نعم نعم. كما شفتي في لاباج فيسبوك ديالي ام عبد المغيث سند ولا حلويات ام عبد المغيث، راه شفتي الحلويات ديالي انا تبارك الله ما تيخرجوش كونتيتي كثيره. تبارك الله. كنقلب باش غنقلب على دائما الجديد. وثاني يوم غنعطيكم صافي. عندك شي مدرسه متاثره بها مثلا؟ يعني واش انت بنت اسفي كتحضر الحلويات ديال اسفي؟ كتعرفي انه تبارك الله المغرب متنوع. هذا انا بنت الدار البيضاء، ولكن اسفي خلاني انني نزيد في الفن ديال الحلويات ونزيد هذاك الشيء اللي قريته في كازا، انني نزيد نزيدي تطوري فيه الحلويات الاسفيويه. ولكن راه كاين تطور، كاين دابا انفتاح حتى على المدرسه الفرنسيه الانجليزيه، كاين شي حويجات تناخذوهم من عندهم في الحلوه. وما نكرهوش ان وليداتي ان شاء الله باذن الله ملي كبروا نكمل الدومين ديالي برا ان شاء الله. الله يسخر. امين امين. الله يسخر. واللي تاثرت به اكثر هو المرحوم عبد الرحيم برقاش، الله يرحمه ويوسع عليه. يعني داك الشيء اللي كان كيعطي مخير الله يوسع عليه. ما كاينش شي حد ما تاثرش به. ما كاينش شي حد ما تاثرش به. وراه عينه كانت نيت عنده خبره كثيره. تفضلي سهام، اعطينا شنو كتقترحي علينا؟ غادي نعطيك اليوم باش ننصح مع الدكتور نبيل العياشي على قبل هذاك نص كيلو ديال السريده ديال العصير. غادي ناخذوا واحد الصابلي بالنافع وزريعه الكتان. ايوا غتصالحي معايا حتى انا، راه انا مازال ناكلش السكر. وباش ما بقاش عندي ورقه انا عندي كلشي بلا سكر. والله العظيم لما شي الا شربتي القهوه بلا سكر غادي تجيك تحسي بالمذاق ديالها اكثر، شربتي العصير بلا سكر غادي تحسي بالمذاق ديال الفاكهه اكثر واكثر. انقصي وجهك كامل ناخذوا بلا سكريه، ولكن بالنسبه للحلوى راه من الضروريات. لا وما كاين باس، عاوتاني حنا ما غاديش 100% نحرموا راسنا، ولكن كنحاولوا اننا نديروا حلويات اللي هما صحيين وان شاء الله باذن الله. غنعطيك واحد الفقاس ديال زريعه الكتان من بعد ما تقلب تقرب 10 ان شاء الله، نعطيك فقاس زريعه الكتان هو تيجي رائع في الكوديرو ومن طون صحي. شوقتينا، تفضلي. ان شاء الله نبداو بهذا الصابلي بنافع زريعه الكتان. غادي ناخذوا واحد 70 غرام ديال الزبده ديال العبر. وكقاعده تنقول بانه الا كانت عندنا الصابلي ما فيش الزيت ما نستعملش المارغرين، نستعمل الزبده ديال العبر. كانت عندي الصابلي فيه الزيت ما نستعملش الزبده ديال العبر، نستعمل المارغرين. لان المارغرين كتكون ناشفه شويه. دابا هذا الفقاس فيه الزبده راه حيت الناس الزبده مذوبه ولا صحيحه؟ ولا لا، الزبده غادي نخرجها بالحراره ديال المطبخ. واخا. عندنا 60 غرام ديال السكر كلاصي. صفر ديال البيضه.
نعم هذا كيدخل في الاطار ديال لي صابلي بريسيج اللي تيكونوا هكا شويه راقيين راقي راقي عندنا 4 معالق كبار ديال النفع المطحون 100 غرام ديال فورس ديال الحلوه وبالنسبه للنوكه اللي غادي تكون وسط الصابلي غادي ناخذ 50 غرام ديال الزبده عندنا 50 غرام ديال جوجلان يكون بيض اولا نقدر نخلط ما بين جوجلان بيض وجوجلان كحل عندنا 50 غرام ديال السنيده نعم 50 غرام ديال الجلوكوز نعم وعندنا 50 غرام ديال زريعه الكتان بالنسبه للطريقه كناخذ هذيك الزبده كنخلطها مع السكر كلاصي مزيان وهذيك الصفر ديال البيضه بالنسبه لهذا انت خرج كون في التكتيره يا راه بالي داكشي غير محدد ماشي اقتصادي ديال بالنسبه للناس اللي بغاو كون في التكتيره يقدروا يزيدوا المقادير يضعفوا يزيدوا المقادير يدوبلوها في جوج عندنا غادي نخلطوا هذيك 70 غرام ديال الزبده مع 60 غرام ديال السكر كلاصي مع هذيك الصفر ديال البيضه مع النفع اللي غادي يكون مطحون ومغربل وشارينو على يدينا طحنينو على يدينا وشارينو ديال نشري ومطحون ومغربل وغادي نزيد معاه هذاك فورس نعم اذا عندنا هنايا 70 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ 60 غرام ديال السكر كلاصي اصفر بيضه 4 المعالق كبار ديال النفع مطحون و100 غرام ديال طحين الحلويات هادشي كامل كيتخلط غادي نديرو في بلاستيكا ودائما صابلي ملي نبغي يعني هذا خطا كيداو بزاف ديال الناس ملي تيبغيو يطلقوا الصابلي اولا يخدموه كتخلي الصابلي عريان ديال دائما الصابلي ديري في واحد البلاستيك ملي تبغي تخدمي به هذا غادي يتخلط غادي يتجمع وغادي تخشى في الثلاجه لمده ديال 3 سوايع قولي لنا علاش ما يبقاش عريان واش كيقشوار ولا شنو ديال كتشقف العجينه من الفوق ملي غادي تخدمي غادي يبدا يتهرس لك نعم ديال خصك ودائما الصابلي نخدموه بالمنزل ديال البلاستيك ما نديروش هذيك الخليط ديال نضيفو الدقيق لانها لا كونتيتي ديال الدقيق كتولي زايده اكثر في الصابلي كيعطيك الصابلي من داخل متقص ما كيعطيهش لينا خاوي هادشي كامل نخلوه في الثلاجه واحد المده ديال 3 سوايع كناخذو بلاستيك كنطلقو به كنقطعوه بمرشم اللي غادي يكون مثقوب من الوسط اما قلبي اما دائره اما كاري يعني الوسط ديالو اللي كاين في الدار الشكل اللي بغيتي ويكون الوسط ديالو خاوي نعم شحال غنطلقو الصابلي شحال تكون العرض ديالو هو نورمالمون ما فيهش الخميره ما غاديش يكون رقيق بزاف ما يكونش رقيق بزاف انا ما فيهش الخميره ما غاديش يطلع لينا نعم غادي ناخذ هذيك الزبده 50 غرام وناخذ 50 غرام ديال الجنجلان بيض هو من الاحسن يكون بالنسبه للموديل اللي متوفر فيهم الجنجلان كحل نديرو الجنجلان كحل وجنجلان بيض راه كيتصبغ دابا راه ولا الخضر والاحمر والصفر راه كيتصبغ لا بالنسبه هو ملي كنقطعو عاوتاني الصباغ كتولي تجي خليطه ديال اللوان ديال الكرحه ولا لا لا تبقى شي حاجه لا ولكن كتكلمي على الزنجلان كحل طبيعي ولا على الزنجلان كحل اللي مصبوغ لا الزنجلان كحل اللي مصبوغ ولكن هو تيجي مع هذا البيض هكذاك تيجي مع هذا البيض يعني ما غاديش نكثروا الالوان نخلطوا الكحل والبيض غادي نخلطوا الكحل والبيض وغادي نزيدوا سينو ما كاينش غادي نديروا الزنجلان العادي الطبيعي ديالنا غادي نزيدوا عليه هذيك السنيده ونزيد هذاك الجليكوز ونزيد هذيك زريعه الكتان هادشي كلشي 50 غرام عندنا الزبده الزنجلان سنيده جليكوز وزريعه الكتان وزريعه الكتان ديال اون كديري لا على حساب الزنجلان واش كيشرب ولا لا ديال غادي نشوف الا ما كانش ديال غنزيد شويه ديال الجليكوز اون كديري لا ما هادشي فوق البوطه لا هادشي غا في يديك الجليكوز كيعطيك الطوع شويه قاصح ديال كتخدمي بيديك ديال اللي كنت مخرجاه قبل فهذا في المطبخ ديال راسي تكون تيكون مطلوق نعم كتعبري في الميزان او ميم طون كتخوي عليه هذاك الشيء الاخر كيولي بحال العجينه بحال العجينه كناخذو كندير منه كويرات صغارين من هذا الخليط هذا من هذا الخليط كناخذ البابي ديال الطياب كنحطو كنحط فوق الصابلي هذيك الحفيره الوسطانيه اللي بقات اولا هذيك القلب ولا الكاغ اللي عندنا الوسط كندير واحد الكويره من هذاك من ديك النوكه اللي صوبنا نعم من هاد النوكه اللي صوبنا ديال كندخلوه يطيب هو راه خفيف راه ما تيقبضش بزاف في الطياب يعني دائما عينك عليه
وعاد زيدي لانه ما فيهش الخميره وما طالعش بزاف، ان فوا كتخرجيه من الفران كيحاول ترجع ليه الصاد، يعني دائما تحاولي تردي معاه البال. يعني ما نطيبوش بزاف حتى يتحمر. اه ما طيبش بزاف حتى يتحمر، يعني ملي تخرجيه حاولي انك ديري الحساب راه غادي يكمل الطياب ديالو في هذا. يعني ما كتحيديش من الطاوة ديك الساعة، خليته يبرد. لا ما نحيدوش من الطاوة هذيك الساعة، ديال ملي كنحيدو كناخذ شكلاط بيض أو الكحل وكنزوق به الفوق ديالو. نعم، واخا عاودي لنا الشكيل كيفاش غادي نصوبو؟ غادي ناخذ غادي نطلق الصابلي ديالي. غادي نقطعو بأي مرشم بغيت، يكون ثقب من الوسط، إما قلب إما سيركل إما كاغي الشكل إما مربع، الحاجة اللي بغيتها مثقوبه من الوسط. هذيك الكويرة اللي درت ديال هذاك الزنجلان بيض والنوكا و ديال الزنجلان بيض وزرع الكتان والسكر والجليكوز كنحطها في الوسط ديال هذاك الصابلي. نعم كندخلها يطيب، ملي غادي ندخلها يطيب هذاك النوكا الداخل غادي تشتت على هذاك الصابلي الداخل، فهمتيني؟ هكذاك ما كنديرو ما كنلاقيوش حلوة بحلوة. لا ما تطلقاش، هذه غير وحده، هذه غير وحده كنديروها الوسط هي كدعي عليه. اه وراه غادي نحاول نحط الصوره ديالها في لاباج فيسبوك ديالي. نعم. باش نحاول نقربوا ناخذ ملي هذا ملي تيبرد كنحيدو كندوز بشكلاط بيض وشكلاط تحل من الفوق كنزوق به خطوب او نسيو نخليه عالي. نعم. وكنصيحه الى سمحتي بالنسبه للناس اللي كاينين في المدن ما عندهمش سكر كلاصي سبيسيال، كناخذوا السكر كلاصي عادي وكنضيف فيه نشا. نشا باش كيخفاف. اه كنضيف فيه نشا، لا باش كيشرب لينا هذيك ملي بنت كنداخل ديما كيبداش يتقي داك الماء. السكر كلاصي سبيسيال هو السكر العادي زائد نشا، يعني الناس اللي ما عندهمش شحال زعبر يمكن لينا ندير واختي كنخدم عيني ميزاني. اها نقولوا 4 معلقة نشا؟ لا اكثر، تقريبا واحد نص كاس. نص تقريبا واحد نص كاس. اه تقريبا واحد نص كاس ديال نشا ديالها هو اللي كيعطينا هذيك البيوضه السكر كلاصي، ونقدر نخدموا به الحلويات الاخرين. حتى اما الغريبات او كنديروا به الكلاصاج. انا اصلا ما كنخدمش بالكلاصاج نهائيا، وضد فكره الكلاصاج لانه غادي السكر كلاصي وزيد البيض البيض. وحتى العباد الله هذاك راه ماشي غادي تستيقظ مع السكر، غتستيقظ مع السؤال السوري المنطقه الاولى ديال الاطباء غادي يوليو يدعوا لنا درنا بحال هذيك الحلوه. نعم. ديال هكا اما كندردروا فوق الحلوه شويه الفوق او لا في الغريبات ولا هذا ملي كنديروه ما كتشربش كيبقى لي داك السكر كلاصي الفوق. وحنا ديك الحليوه راه كناخذو غير وحيده عاوتاني، راه ماشي كنكثروا منها داكشي باش كتقيني. والله العظيم انا ما كنديرش انا ما كنخدمش الغريبات نهائيا، ماشي ما عنديش، ولكن لانني ضد هذيك الفكره ديال انك كتغمسين في السكر كلاصي. انا غير الدومين ديالي كنحاول اني ندير حلويات. انا غريبه ديال اللوز ديال اللوز كنفضل اني ندوزها في لوز افيلي او ندوزها في لوز بونكاسيو ما ندوزهاش في السكر. ولكن عرفتي هذيك ديال السكر كلاصي بلديه معلكه عرفتي كتجي غزاله، ماشي هنا فيها المستمعين دابا. الدكتور دابا اللي هي شي حاجه ما كيسمعناش راه مشغول اكيد انهم، ولكن خصو يديروا النصائح ديالو لانه نهار كامل هو كيضل كيعطي النصائح. انا لاباج فيسبوك ديالي لا شفتي ما غاديش نلقاها فيها اي غريبه نهائيا. علاش؟ لانني ما كان ضد هذيك الفكره ديال السكر كلاصي دات الغريبه. دابا حنايا نسميوك يعني الحلويات الصحيه. خرجت سلو ديال صحاب السكر وخرجت سقاش تشيبس وخرجت حلويات ديال صحاب السكر، وان شاء الله باذن الله قبل العيد غادي نحاول نعطيهم ليكم باش نتقاسم التجربه ديالي مع المستمعين. الله لا يخطيك سيهم. لا يخطيك باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. ربي يخليك ربي يخليك ونهاركم مبروك احبيبتي. الله يبارك فيك. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى نكون عند حسن الظن ديالكم. لا يخطيك. شكرا جزيلا. الى اللقاء.